في جريمة أكل هتحصل دلوقتي، ده أنا مجوعلها نفسي من الصبح. مين اللي بيطلع لها الفيديوهات الساعة 2 بالليل ويبقى ريقها بيسيل على الفسيخ؟ محضر لها البصل والليمون والعيش. أعدالك، أنا أعدالك. بعتالي جردل جبنة قديمة. يا سلام عليك يا مومك، كنت بتفرج عليها أقول لها طلع لي حتة من التليفون حتة بس، أصلا من عشاق الفسيخ والمش. واحدة صعيدية مستنين منها هتعشق إيه يعني؟ ده دم، والناس اللي ما بتفهمش اللي فاكرين ان ده دم، ده مش سردين، الرنجة. يا جماعة الريحة كل ما تكون نتنة اكتر كل ما تعرفوا ان الفسيخ والرنجة دي جامدة اكتر. يا حلاوتويا ريحة العفونة تجنن. دي كلاب الملوحة دي، دي بص كم كلب ملوحة، ده مشي بالهلابينو. بسم الله الرحمن الرحيم. الزبدة يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. المش وعامل كده، امال الفسيخ هيبقى عامل ازاي؟ انا دلوقتي عايزه اديها فسيخ بضمير، بضمير، بس لازم برضو ادوق هذا المش، ما ينفعش ده يعدي عليا كده. أم مكة أنت شكلك من الصعيد ومخبية علينا. على فكرة أنا مش باكل سردين بس هدوق منها. عشرين من عشرة. بس أنا برضه دلوقتي هديها فسيخ أما أقول بس. أروح أنضف كلب ملوحة وأجيلكوا. وده كلب ملوحة نضفته، بص من جوه فعلا بينك، عشان الناس اللي كانت بتحاور تقول لك لا مش عارف إيه من جوه. ما تاكلش، ما تتزفتش على عينك. روح مدينها الليمون بقى. يا حلاوتك يا جمالك. ده الفسيخ. انا بصراحه ما عملتش رنجة عشان انا كسلت، قلت اديها فسيخ وملوحه عشان انا دلوقتي مجوعلها نفسي من الصبح، فلا يجوز لا يجوز ان انا اقف استحمل وانا بنظف كده الريحه، مش قادره استحمل. دوجينا يا ام مكه الضجه اللي انت عاملاها، دوجينا الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. خش على الفسيخ. كبرت اللقمه اعذروني بقى، عشان ايه؟ فيها عصره من الليمون. عايزه اقول لكم على سر، انت لو نفسك مسدوده، وده مش هيقوله لكم غير ناس في الصعيد، الناس الكبيره بقى بتاعت زمان، اكتر فاتح شهيه طبيعي الجبنه القديمه دي. محدش بعد كده هيجري ريق تاني. كل ما الاقيكي بتعملي فسيخ هطلع وانضف واكل. الحلاوه دي اقسم بالله حلاوتك يا فسيخاية وانتي نازلة على بطني. يا حلاوة ادلها عصرة ليمونة، عروستنا طلعت مجنونة. افتح نفسي احسن، انا حاسة ان انا نفسي مسدودة. حاسة ان انا الايام دي فعلا ما باكلش كتير. بقول كفاية عليكم كده واروح انا اكمل اكل هناك. سلام عليكم.